لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. قيادة الإمارات تؤكد حرصها على الوقوف إلى جانب تونس حكومة وشعبا. التقى الشيخ بن نهيان وزير الدولة مع رئيس الجمهورية قائد سعيد وجرى بحث العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتونس والفرض والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة للبلدين. ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة إلى الرئيس التونسي قائد سعيد وتمنيتهم لبلاده وللشعب التونسي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. وأكد الشيخ بن نهيان خلال محادثة حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها الشقيق وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة من جانبه. حمل الرئيس قائد سعيد الشيخ بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأثنى الرئيس على مستوى العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية تونس والمبنية على روابط الأخوة التاريخية.